تقيم اليوم جامعة الكفيل هذا المهرجان بمناسبة يوم التسامح العالمي احتفالا منها وتشجيعا على التسامح بمختلف أنحاء بلدنا العراق، متمنين لبلدنا العراق العيش بسلام وأمان، ومتمنين التوفيق لكوادر جامعتنا جميعا إن شاء الله، بتوفيق للجميع وجزيل الشكر والامتنان. نحن طلبة جامعة الكفيل نجتمع اليوم على شرف كبير ومعنى إنساني كبير جدا، وهو يوم التسامح العالمي، لكي نستلهم من هذه المناسبة قيم التقبل والاحترام لرأي الآخر واستيعاب عادات وثقافات الشخص الآخر أو الطرف الآخر. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشكر جامعة الكفيل وطلبة جامعة الكفيل. اليوم شاركنا فعاليات جامعة الكفيل، الفعاليات الجميلة اللطيفة هي فعالية التسامح، اليوم العالمي للتسامح، باشتراك طلابنا والأقسام الجامعة وباشتراك جميع الطلاب جامعة الكفيل. التسامح يدل على أنه الإنسان يكون دائما هو قلب نظيف للمجتمع ويحب الناس ويحب الآخرين ويحب فعل الخير، وإحنا هذا الشيء تعلمنا من أهلنا ومن تربيتنا الصحيحة وتعلمنا من دخلنا إلى هاي الجامعة المحترمة. التسامح هو أحد الخصال الإيجابية اللي يتحلى بها كل فرد، لازم كل شخص يتحلى بصفة التسامح على مود يقدر يتعايش ويا المجتمع ويقدر ينسى الأخطاء أو المشاكل اللي تصير بينه وبين أصدقائه بينه وبين أهله. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.